كيفاش عرفوا مضمون التيفو؟ الجراءة هي أن تتزين جدران الملعب بجملة فاينال كويست، في إشارة للمعركة الأخيرة بين النور والظلام، فيما معناه أن الوداد هيقضي على الأهلي في المعركة الأخيرة. الصدمة أن يعبث بك الضيف بكونتر كلاش على ملعبك موجها لك رسالة، عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافأة. الثقة أن تستقبل هدف في البدايات ثم تنهض من تحت رماد الهزيمة مشتعلا، لأن الموضوع أصبح متعلقا بالتاريخ أن تكون ملكا للبطولة، وأن يستحضر لاعبيك مخزون المواقف الشريفة والمعاناة التي سبقت التتويجات السابقة، ويلعبون من أجل الشعار ولو كان الأمل ضئيل. الأمل أن يتوقف اللقاء بسبب الضباب الذي أحدثته جماهير الخصم، ليجتمع لاعبي الأهلي حول بعضهم البعض للالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، ثم المحاولة مجددا. المحاولة أن تكرر لعبة حدثت في المباريات السابقة بحذافيرها وتنجح، فثقة معلول في رأس عبد المنعم كبيرة لتراه راقدا محتفلا كعادة. التأكيد أن تؤكد كل مرة أن هناك شيء غير مفهوم للأهلي وخاص كأنها تحبه هو دون البقية. الشخصية أن تنتظر خصومك في الأدوار الإقصائية رغم مشاكلك الفنية في البدايات، وتكون مرشحا دائما للفوز حتى لو وصفوك بالمتهالك الضعيف. وأخيرا الجينات، وهذه يجسدها الأهلي فوق الملعب ليبرهن للجميع أن الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يساوي الموت الذي سيذهب بك إلى الجحيم. ونتمنى أنكم تبقوا عرفتوا كيفاش عرفوا مضمون التيم.